الثانية يرحمكم الله. الثالثة على حب مولانا أبي محمد الحسن بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام محمد وآل بيته الطيبين الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على ظالميهم والناكرين لفضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أجمل التهاني والتبريكات نرفعها باسمكم جميعا أيها الإخوة إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل اللهم تعالى فرجه الشريف بمناسبة ولادة سبط الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله. وأجمل التهاني إلى علمائنا الأعلام وإلى سادتنا وعلمائنا وقادتنا وإلى أخوتنا وأبنائنا من المؤمنين والمؤمنات بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، قال المولى الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العلي العظيم. مواقف سريعة بمناسبة ولادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. أخواني الأحبة، الإنسان يعتبر سيد عالم الإمكان، يعني كل المخلوقات خلقت لأجله، فهو بين المخلوقات سيد منصب من قبل الله سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة. سجود الملائكة ليس بمعنى وضع الرأس على الأرض، لأن السجود لغير الله شرك. أمر الله الملائكة أن تسجد حتى يبين معنى السجود، لأن أكو شخص يدعي العلم كان يشكل، يحاول أن يشكل على القرآن الكريم مجموعة إشكالات، من ضمن إشكالاته هذه الآية، يقول لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. يقول أنا واحد من الناس ما أسجد، إذن قرآنكم مو صحيح. القرآن يقول لله شنو؟ يسجد من في السماوات ومن في الأرض. يقول أنا عمري ما ساجد، إذن قرآنكم فيه إشكال. قلت له أنت ماخذ المعنى السجود خطأ. السجود هذا لفظ منقول، يعني إحنا الآن السجود تضع رأسك على الأرض، هو حقيقة كلمة السجود هو الخضوع، الخضوع والانصياع لأمر الله. قلت له الآن إذا الله أراد أن يجعلك مريضا تمرض أم لا تمرض؟ قال أمرض. قلت له إذن ساجد أنت لله، خاضع لأمر الله. إذن السجود مو معنى وضع الرأس على الأرض، وإنما أصلا الخضوع. فلما الله يسجد الملائكة لآدم بمعنى يجعلهم خدمة، يجعلهم خاضعين. الملائكة مجموعة من المخلوقات الخدمية، واحد على الرزق، واحد على الرياح، واحد على المطر، واحد على الجنة، واحد على النار. هذول مخلوقات خدمية، خلقهم لأجلك، وخلق الجمادات لأجلك، شمس وقمر وجبال وبحار كلها لأجلك، وخلق النباتات لأجلك، وخلق الحيوانات لأجلك. إذن كل منظومة الوجود هي لمن؟ لأجل الإنسان. فهذا الإنسان يمكن أن يكون فوق الملائكة وأفضل من الملائكة، وممكن أن يتسافل إلى ما دون الحيوان. أولئك كالأنعام بل هم أضل.
لأن الملائكة ما عندها شهوات، أنا وياك عندنا شهوات، فلما أنت تتحدى شهواتك وتسيطر على شهواتك وتعبد ربك فأنت أفضل من الملائكة. أما إذا تترك عقلك وتنصاع لشهواتك فيكون الإنسان دون الحيوان. هاي النقطة الأولى. إذن المفروض الإنسان أن يكون في خدمة ربه، لا يلتفت فيخدم خدمه. من الصباح إلى المساء الإنسان مشغول بالأرض، مشغول بالحيوان، مشغول بالزراعة، مشغول بخدمه، يعني هو يخدم خدامه. هو المفروض أن يكون في خدمة ربه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أحب أن أقول، إن الناس فيما بينهم طبقات حتى الأنبياء، وهذه النقطة التي عميت على الناس حينما نتكلم عن مقام أئمتنا. لما نقول إن الإمام أئمتنا عند الله أفضل من الأنبياء يصير إشكال، تحترق الدنيا بالاعتراضات وبالإشكالات، لأن بالحقيقة هم ما يعرفون قيمة أئمتنا ومكانة أئمتنا في تسلسل الوجود. فحتى إحنا نكون واضحين، حتى إحنا نوضح الفكرة، إحنا اليوم محتفلين بولادة نعمة من نعم الله علينا وهو الإمام الحسن عليه السلام. لازم نعرف مقام الإمام الحسن في منظومة الوجود حتى نعرف كيف نرتبط به ونتمسك به ونعتقد بأفضليته على الأنبياء باستثناء جده الرسول صلى الله عليه وآله. الآن عندي سؤال، نحن كمخلوقات، نحن كبشر، أكو واحد أقرب إلى الله وأبعد من الله؟ لو كل إحنا سواسية، إذن لماذا يفضل الله شخصا على شخص؟ لما نجي للقرآن كله كتاب الله، صحيح؟ القرآن كله كلام الله، ولكن لما نجي إلى آية الكرسي نقول آية الكرسي سيدة آي القرآن. خب لماذا آية الكرسي سيدة آي القرآن؟ لماذا سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن، بينما سورة البقرة جزئين وتقريبا ونصف ما تعادل ثلث القرآن؟ لماذا؟ إذن تتميز آية عن آية بما فيها من علم الله. شوي خلي ركز على هاي النقطة. آية الكرسي أفضل آيات القرآن وسيدة آيات القرآن، مع العلم كل آيات القرآن هي كلام الله، لكن ليش آية الكرسي تعتبر سيدة آية القرآن؟ لأن آية الكرسي تحتوي العلم بالله، كلها تتكلم عن الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تتكلم عن ذات الله. فإذا كل آية تقاس قيمتها عند الله بمقدار ما فيها من العلم عند الله. وسورة الإخلاص أيضا تتكلم فقط عن الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل ذكرت نبيا؟ هل ذكرت إنسانا؟ تتكلم خالصة بوصف الله جل وعلا، فصارت تعادل ثلث القرآن. إذن قيمة الأشياء عند الله بماذا؟ هسا أنا وياك قيمتنا عند الله شنو؟ هل هي بطينتنا؟ هل هي بثيابنا؟ هل هي بأولادنا؟ لا، بقربنا من الله، بعلمنا من الله. كل ما يزداد علمك بالله كلما ترتقي مرتبة. هل وصلت الفكرة أم لا؟ نجي للأنبياء، عندنا 124,000 نبي، الله شو يقول عنهم؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. زين هم كلهم رسل، ليش فضلنا بعض على بعض؟ فضلنا بما عندهم من العلوم. الدين أصلا الكتاب الكامل عند الله هو القرآن، ولكن الله هل أعطى القرآن لآدم؟ سؤال، هل أعطى القرآن لآدم؟ ماذا يفعل به آدم؟ الله حكيم، ما يعطي شيء ما بيستفاده، لأن آدم هو وزوجته لما ينطي قرآن. زين هو عنده جيران؟ شو تقولون؟ آدم عنده جيران؟ إذن شنو ينزل عليه آية والجار ذي القربى والجار الجنب؟ ماكو داعي.
زين آدم من يريد ياخذ غيبة حواء وين ياخذ غيبته؟ إذا هو بس آدم وحواء شلون ياخذ غيبته؟ وياي لولا أنت من تريد تاخذ غيبة واحد غير كون تحكي ويا ثاني واحد ثالث؟ زين إذا هو بس هو وحواء وين ياخذ غيبته؟ إذا أكو معنى ولا يغتب بعضكم بعضا؟ زين أكو معنى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ هو ماكو عدو، ماكو أعداء، ماكو. إذن شي يريد آدم من القرآن؟ يريد فقط تنظيم العلاقة الزوجية باعتبار هو وزوجته والمأكولات، هذا حلال هذا حرام. إذن إيش قد يريد من القرآن؟ يعني جزء واحد كافي. ولكن لما تطور المجتمع بزمن نوح عليه السلام، الآن صارت زراعة، صارت صيد، صار مجتمع. إذن إيش يحتاج من القرآن؟ يحتاج نقول مثلا ثلاث أجزاء، انطاء ثلاث أجزاء. إذن علم آدم بجزء وعلم نوح، ها وياي لولا ثلاث أجزاء. لما صار المجتمع أكثر تطور وإجا إبراهيم عليه السلام، الآن تطور المجتمع صارت قرى، ولذلك القرية ديك بيها لوط. لوط شي عود لإبراهيم عليه السلام؟ مو أقاربه، ابن عمه. لوط نبي هناك وإبراهيم نبي هنا، لماذا؟ ليش مو نبي واحد؟ لأن الأمراض العد قوم لوط غير الأمراض العد من؟ عد قوم إبراهيم. يعني أفرض أنت عندك مستشفى بيها قسم الصدرية وبيها قسم الجلدية، خب هذا أبو الجلدية إلى طبيب خاص، وذاك أبو الصدرية طبيب خاص. لكن إذا اجتمعوا اثنيناتهم أبو الصدرية قاعد يم أبو الجلدية انعدى منه، وأبو الجلدية تمرض من الصدرية، صار هسه بعد لا طبيب الصدرية واحد ينفع ولا جلدية، لازم يشيلهم. شي يجيب طبيب متخصص بالمرضين. لذلك قوم لوط ما كانوا عندهم اتصال مثلنا، لا عندهم موبايل ولا عندهم طيارات ولا عندهم سيارات، فأمراض قوم لوط ما تنتقل إلمن؟ القوم إبراهيم، ولا قوم إبراهيم تنتقل. لكن اليوم شنو صرنا؟ المرض يطلع بأمريكا ثاني يوم عندنا، صح؟ نشوفه بالتلفزيون نتعلم المرض الاجتماعي. إذن اللي عد إبراهيم غير اللي عد من؟ اللي عد لوط. والمرض اللي عد قوم شعيب غير المرض اللي عد قوم موسى. إذن كل نبي عنده من القرآن سهم، إلى أن إجا موسى عليه السلام نقول عدة 20 جزء من القرآن. إجا نبينا عيسى عليه السلام صار 25، إلى أن إجا من نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الله سبحانه محمد. هسه شنو صار؟ بعد الأمة الكرة الأرضية كلها صارت مثل الدولة الوحدة. بعد ما ينفع لا دين الحنفية ولا دين اليهودية ولا دين النصرانية. لذلك اللي عند النبي من العلوم جمعا شو يساوي؟ يساوي كل الأديان. ولذلك أصبح المصطفى محمد صلى الله عليه وآله سيد الأنبياء والمرسلين. بماذا صار سيد الأنبياء والمرسلين؟ احنا من نقول خاتم الأنبياء. تدرون خاتم الأنبياء شنو؟ يعني مو إجا آخرهم ختمهم، لا، احنا نقول فلان ختم الصنعة. شنو يعني ختم الصنعة؟ يعني أتمها. فخاتم الأنبياء يعني كل ما عند الأنبياء عند من؟ عند النبي. واللي عند النبي أعلى مما عند الأنبياء. لذلك هسلون قايس علم المصطفى صلى الله عليه وآله بعلوم جميع الأنبياء، منو الأعلى؟ أريدك تحكي عن قناعة، منو الأعلى؟ ولذلك أصبح شنو؟ سيد الأنبياء والمرسلين. بماذا؟ بجماله؟ بعشيرته؟ لا، بعلمه، بما عند من القرآن. والقرآن أعلى من الكتب كلها. إذن أنا أتقرب إلى الله وأبتعد عن الله بماذا؟ أريدك تقتنع بهذا الكلام، بما عندك من العلم. فلذلك لأن النبي عند القرآن والقرآن سيد على باقي الأديان، إذن النبي يعتبر أقرب بشر إلى الله.
زين هسه الإمام علي ورث من؟ ورث من؟ ورث موسى حتى يصير بمقام موسى؟ لو ورث إبراهيم عليه السلام حتى يكون بمقام إبراهيم؟ ورث علم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هسه إذا تريد تقيمه لأن يحمل علم من هو؟ يحمل أنا مدينة العلم وعلي بابها. الإمام علي يقول أنا عدل القرآن، عدل القرآن، أنا القرآن الناطق. إذن إذا نريد نقايس الإمام علي عليه السلام بالأنبياء، إحنا نقايس اسم، نقايس اسم لو نقايس علم، شو تقولون؟ علم. هسه أسألك سؤال بالنسبة للاسم، أسألك سؤال، من الأعلى بالنسبة للمدرسة؟ من الأعلى، صف ثاني لو صف خامس؟ ها؟ ها بس أنت استعجلت، ثاني إعدادي وخامس ابتدائي، من الأعلى؟ هو صدق اسمه خامس بس مرحلته وين؟ ابتدائي. وذاك صدق ثاني بس مرحلته وين؟ خب هسه من الأعلى، المحافظ لو السكرتير؟ هم كنت تسألني سكرتير من؟ سكرتير رئيس الوزراء. هسه منو الأعلى؟ لا، المحافظ يدري بالبصرة، بس محافظ البصرة، بس سكرتير رئيس الوزراء يعرف بالعراق كله، صح لو لا؟ هسه هم للنكتة، إذا تريد توسط لك واحد الرئيس الوزراء، منو الأعلى؟ توسط المحافظ لو تشايتشي مال رئيس الوزراء؟ وتشايتشي يم 24 ساعة بس يطب لي يقول لي استاد الكاظمي ترى فلان هاي خلص هاي وقع، مو له. بينما المحافظ يكون ياخذ وقت، ولو يدخلوا لو ما يدخلوا، ولو يسمعون حكي لو ما يسمعون. عزيزي انت تريد تقايس جزء مع كل، الإمام علي سلام الله صدق اسمه إمام، صدق اسمه إمام، بس العلم اللي عنده شنو؟ العلم اللي عنده علم رسول الله، وبما ان الرسول سيد الانبياء والمرسلين فيصبح علي سيد الاوصياء، وهو مقاما عند الله افضل من الانبياء، صح اقول له لا؟ اذن احنا بعض الناس تريد تتكوى ذاك نبي عمي، ذاك رسول، صحيح على عيني وعلى راسي، خو ذاك نبي ذاك رسول الى مقطع معين لو لا؟ كل الأنبياء يوم القيامة يتمنون أن يحصلوا على رتبة من رتب المصطفى محمد، رتبة. والنبي صلى الله عليه وآله قال له يا علي أنت شريكي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أنت مو اسمك نبي، بس عندك أنا صاحب الحوض وأنت الساقي، أنا عندي راية الحمد وأنت حاملها، أنت معي في درجتي، أنت أخي في الدنيا وأخي في الآخرة، عرفنا؟ إذن اليوم الله لما ينطينا هاي الهدية، هاي النعمة، وهي ولادة الإمام الحسن عليه السلام، إذن نعمة كبرى، يرث محمدا وآل محمد. إذن اشقد القرب، حتى اسمه، حتى الاسم هم من السماء. يعني مثل سنة 3 للهجرة في منتصف رمضان يولد للإمام علي ولد، السيدة فاطمة قالت يا علي سميه، قال ما كنت لأسبق حبيبي رسول الله، لازم يجي النبي يطيه، لأن النبي ما ينطق عن الهوى. زين اجى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله سميه، قال ما كنت لأسبق ربي، الله يسميه. هسه أنا أسمي ابني كريم، من يقول يطلع كريم؟ يجوز يطلع بخيل. أسمي ابني جميل، يجوز هو يطلع قبيح. لكن الله جل وعلا من يسمي واحد يعرف له لو ما يعرف له؟ شو تقولون؟ شو سمى؟ أرسل جبرائيل، قال قل يا جبرائيل سلم لي على رسول الله وقل سمي ولد علي، شنو سمي؟ سمي على اسم ولد هارون أخو موسى اللي هو شبر. فقال النبي إن لساني
عربي مبين قال سمه الحسن. طيب إذن الله يدري بي حسن لو ما يدري زين. وما هو لقبه؟ المجتبى. تدري شنو مجتبى؟ المجتبى إلى معنى لغوي وإلى معنى اصطلاحي. المجتبى باللغة يعني المختار المصطفى، وهو لقب رسول الله صلى الله عليه وآله. مو احنا نقول النبي المختار، يعني الله اختاره واجتباه واصطفاه. وقلنا في المحاضرات شنو اصطفاه؟ اصطفاه شنو؟ لما تصفي الحليب، تتذكرون من كضيت شفيتي هالشكل، صفي الحليب، يعني اكو عوالق غير مرغوب فيها بالحليب، فشن نسوي؟ نصفيه، تبقى العوالق هنا والحليب ينزل شنو؟ نقي. اذا شنو العيوب اللي بالانسان؟ الكذب، النميمة، الغيبة، الحقد، الضغينة. اذا هذا لما يصفي رب العالمين ينزل شنو؟ انسان شنو؟ معصوم. معصوم زين. هذا المعنى شنو؟ اللغوي. اما المعنى الاصطلاحي حتى ادليكم عليه وتتيقنون بالقول، تتذكرون قبل سيارات باص يسمونها امانة، هاي الحمراء، راكبين بيها ولا ما راكبين بيها؟ مصلحة نقل الركاب. هذه بيها سايق ليسوق، واكو بيها واحد يطي بطايق، شو تسمونه؟ جابي. عافية. شنو معنى جابي؟ يجمع، يجمع الكروة. واللي يجمع الحصاد يقولوا له جابي، واللي يجمع فواتير الكهرباء يقولوا له جابي. اذا اللي يجمع يقولوا له جابي، بس اللي يجمع إليه المجموع إليه يقولوا له مجتبى. يعني شنو مجتبى؟ يعني الله جمع له كل الفضائل وخلاها به شخصه. يعني شلون الحليب صفيناه؟ الحليب مو صفيناه؟ انه بنحط له ماي وريد، ونحط له شكر، ونحط له لون، الاشياء المطيبات الحلوه نخليها به، ايش يطلع؟ يطلع مجتبى. اذا الامام الحسن سمي مجتبى لان الله اصطفاه اولا باعتبار ابن رسول الله، وبعدين شنو؟ جمع له الفضائل كلها، فهو كريم اهل البيت. معروف عنه السيد والزكي والطيب، هاي شنو الفاظ اسماء اللي تدل على الصفات الموجوده. وكان أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله. زين قعدتكم هاي اشتعني بالنسبة للإمام. هسا أنتم قاعدين الليلة بمناسبة ولادة الإمام، قعدتكم شنو وزنها؟ شنو معناها؟ شوفوا أخواني، إذا أكو فاتحة الله يبعد عنكم، أكو واحد تلقاه واقف بباب الفاتحة متلثم ويبكي، تقول هذا أقرب واحد لمن؟ للميت، ابن أخوه. زين وأكو ناس تيجي الطب تدخل داخل تقعد تقرأ الفاتحة وتطلع، شو نقول عنها؟ هذول أصحاب وإلهم علاقة بالميت. بينما أكو واحد يتعدى من الفاتحة راكب سيارة وحاط أغاني، شو تقول عنه؟ هذا ما له علاقة أصلا ولا يعرف واحد من أهل الميت. واضح؟ كذلك بالعرس، تلقى واحد يركض بالعرس ومش شكل، هذا يبين لو ابو العريس لو اخو العريس، وتلقى ناس حاضره بالعريس اصدقاء العريس، وتلقى واحد ما له علاقه. زين هسه انتوا جايين، ها انتوا جايين الان، شو تسوون؟ شو تثبتون؟ تثبتون ان الكم رابطه وعلاقه بعلي بن ابي طالب وبالمصطفى صلى الله عليه واله وبالسيده الزهراء اللي انت جاي تهني. واكو ناس هسه برا يضحكون علينا، مو يضحكون، اكو ناس اصلا ما لهم علاقه بالشغله. زين انت لما تحط بالفاتحه اكو واحد يعطي 5 دنانير 5000، وواحد يحط بيده بالفاتحه 10، وواحد 25، وواحد 100,000، يستوون لو ما يستوون؟ زين اذا اجى واحد طاع 10,000 دولار قال له اصرف، اذا تبين هذا ايش قد يحب الميت؟ خوش. زين انت تسجل اسمه بالدفتر لو ما تسجل؟ اللي يعطيك 25 تكتب 25. زين اذا صار عنده عرس لو فاتحه شو تسوي انت؟ مو انت لازم ترد، شو تسوي اذا انت كريم؟ تقول انطاني 25، هاي 25 وفوقها شنو؟ 25. اذا لازم يرد، من الافضل انك اللي يعطيك 25 هسه لو تردها
لو تعطي أكثر منها. زين أنت اليوم قاعد بمناسبة ولادة الكريم، هاي جيتك تنكتب لو ما تنكتب؟ مئة بالمئة. زين يجاوب لو ما يجاوب؟ هم أهل الكرم، هم أهل الخير. فأنت إلك الآن حضور في كتاب من؟ في دفتر الإمام الحسن، وحضور في دفتر السيدة الزهراء وأمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله. إذن إيش ننتظر؟ ننتظر يوم القيامة أن يجي يرد لك ذني كلهن. وبعد أنت قاعد بالعرس قاعد بالفاتحة، إذن إذا تطلب تجاب. هسه احنا قاعدين اليوم بالمولد، عد من؟ عد كريم أهل البيت. فاللي عنده حاجة لا يفوت عنا هذه الليلة، قل له اللهم أسألك بكريم أهل البيت هذا الواسطة العظيمة إلا ما قضيت لي حاجتي، والسنة الجاية ما قضت لحاجته يجي عاتبني. إلا الله إذا كان شنو بيها مصلحة كبيرة إذا ما يستجيب. فنسأل الله أنه هاي قعدتنا يخليها قعدة واعية، أنه أنا جاي للانتماء إلى رسول الله، أنا جاي عارف بأهل البيت ومقامهم، أنا جاي حتى أستثيب، حتى أسجل اسمي بدفترهم. اللهم نسألك وندعوك أن تثبتنا على ولاية علي وآل علي، وأن لا تخرجنا من الدنيا إلا بولايتهم، وأن ترزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.